وللتعقيب على لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور فارس، نتابع معك منذ بداية الأزمة الجهود المصرية الرامية إلى وقف العدوان وإيصال المساعدات، وفي قلب كل هذا حل القضية الفلسطينية. كيف تابعت ونبدأ من هنا، كيف تابعت لقاء السيد الرئيس مع رئيس الوزراء البريطاني؟ أهلا بك يا أستاذ يوسف، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا يعني هي قمة بتعكس حرص الدولة المصرية على التواصل مع دوائر صنع القرار الدولي للعمل وبشكل كبير على توجيه كافة أوجه الدعم إلى قطاع غزة، العمل وبشكل كبير على إقامة دولة فلسطينية عادلة، العمل والضغط على حكومة نتنياهو لكي لا تتجه هذه الحكومة إلى مخططها الشيطاني لتصفية القضية الفلسطينية، العمل مع الأمم المتحدة والقوى الدولية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والإدارة البريطانية لفتح ممرات إنسانية وإيصال كافة المساعدات لقطاع غزة. يعني الرئيس السيسي اليوم بيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بيقول لهم بالحرف الواحد: عليكم أن تتحلوا بالحكمة والصبر واليقين من أنه لابد أن يكون هناك حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويعني كل ما يتفق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل ما يرزح به قطاع غزة من أزمات كبيرة ومركبة ومعقدة ووضع إنساني مزري. وبالتالي الدولة المصرية ومن خلال دعمها الحقيقي والدائم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ تتحرك الآن وبشكل قوي للعمل على إيجاد تفاهمات مع القوى الدولية، بمجابها تتحرك الدول الكبرى تجاه إسرائيل لوقف العدوان الغاشم وإيصال المساعدات الغذائية لقطاع غزة. بالنظر للرسائل التي أشار إليها السيد الرئيس في لقائه مع ريشي سوناك، هي رسائل تترجم الموقف المصري الثابت الذي لا يتزعزع عن دعم القضية الفلسطينية وعن مبدأ حل الدولتين وعن رفض التهجير، ولكن هنا الصورة تختلف في بريطانيا. موقف البريطاني عند اندلاع الأزمة قبل أسبوعين واليوم، يعني أريد من الدكتور فارس أن يصف لنا أو يقارن لنا الموقف البريطاني منذ 14 يوما واليوم. في ظني وتقديري يا أستاذ يوسف أن القوى الدولية بدأت تقتنع بالرؤية المصرية في وضع المنطقة على حافة الهوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني المجتمع الدولي بدأ في بداية هذه الأزمة كما لو كان يرى بعين الأعور الذي لا يرى إلا بعين واحدة، يتحدث عن الأطفال في إسرائيل ولا يتحدث عن القتلى والشهداء في فلسطين، لا يتحدث عن هدم المنازل، لا يتحدث عن الحصار اليومي المتعمد لقطاع غزة. ولكن الآن أرى أن الصوت الدولي بدأ تزيد نبرته أكثر قوة وتصبح بشكل كبير في اتجاه عمل على إيصال المساعدات لقطاع غزة. يعني احنا بنتحدث اليوم أكثر من 4000 شهيد فلسطيني وأكثر من 13000 مصاب، بالإضافة إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأقدم ثالث كنيسة في العالم، هدم أكثر من 24 مسجد، هدم وزارة الأوقاف، هدم وزارة المالية. يعني سعيها لتنفيذ سياسة واضحة وهي سياسة الأرض المحروقة، سعيها ومن خلال مخططات واضحة لتنفيذ مخططها بتهجير سكان شمال قطاع غزة للفلسطينيين. وبالتالي أرى أن المجتمع الدولي الآن بدأ يتحرك في العمل على دمج الرؤية المصرية القوية والواضحة والثابتة في دعم القضية الفلسطينية لإيجاد تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكون هذه التفاهمات وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبأن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. وهو ما وصل لكل دول العالم، رسالة واضحة من الدولة المصرية بالدعم اللامحدود واللامتناهي للأشقاء في قطاع غزة للثبات على أرضهم حتى لا ينجح الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هذا المخطط الشيطاني. هذا اللقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني، وقبله بساعتين زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى معبر رفح من الجهة المصرية، وغدا قمة القاهرة للسلام. إذا وضعنا هذه ما يحدث اليوم وما يدور في الشارع المصري
من مظاهرات تأييد ورفض لقضية التهجير، هل نعتبرها مقدمات لنجاح هذه القمة؟ في ظني وتقديري أن الدولة المصرية تخوض حرب دبلوماسية بشكل كبير جدا لنجاح جهودها في دعم وثبات يعني سياسة مصر الخارجية الواضحة في دعم القضية الفلسطينية، والنتيجة لذلك هي بتتحرك على كل المحاور وفي كافة الاتجاهات. وبالتالي أرى أن القمة غدا حتى قبل أن تتم أرى أنها ناجحة بامتياز، نتيجة إعلان أكثر من 31 دولة مشاركتها في هذه القمة، وأكثر من 3 منظمات دولية أيضا ستشارك، على اعتبار أن مصر الآن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وأمام تحدياته حتى لا يكون هناك تخاذل حقيقي، وتتحرك قوى الاحتلال الإسرائيلي للقفز على قطاع غزة والعمل على تصفية القضية الفلسطينية. وهو يعني في ظني وتقديري أن القمة غدا تؤمن مبدأ السلام في منطقة الشرق الأوسط، تضع خطوط عريضة وخطوط قوية وخطوط صغيرة واضحة للاحتلال الإسرائيلي حتى لا يستطيع أن ينفذ مخططاته، وتتحرك هذه الدول للضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال الإدارة الأمريكية ومن خلال بريطانيا باعتبارهم أكثر دول مؤثرين على الاحتلال الإسرائيلي، حتى تتوقف هذه الآلة العسكرية الغاشمة التي تحصد في أرواح الأبرياء والأطفال والنساء، دون أن يكون هناك لخطورة هذا المشهد الذي يزداد تعقيدا ويدفع بالمنطقة نحو الهاوية. نعم، أعود بك ضيفي الكريم دكتور حامد فارس إلى ما قبل هذا اللقاء ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وريشي سوناك، أعود بك ساعتين وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى معبر رفح وتفقد الشاحنات المصطفى هناك والمنتظرة منذ أيام لدخولها إلى قطاع غزة. العالم بكل تأكيد شاهد هذا المشهد وهو المؤتمر الصحفي الذي عقده أنطونيو غوتيريش من هناك، ربما الصورة لم تكن متضحة أو هناك تغافل لإدراك هذه الصورة. اليوم العالم يرى الأمين العام للأمم المتحدة في داخل وفي قلب هذه الصورة، صورة تكدس الشاحنات، وعلى الجانب الآخر ملايين المواطنين العزل في حصار تام. المشهد الآن اختلف. في ظني وتقديري أنها رسالة واضحة من الدولة المصرية بشكل واضح للعالم، أن عندما يكون الأمين العام داخل الدولة المصرية وبقرب الأحداث بهذه الطريقة، ما هو دلالة إلا على مكانة مصر لدى الأمم المتحدة ولدى المنظمات الدولية، خاصة بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة واللي أشار بشكل واضح أن مصر هي تعتبر العمود الفقري لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية وللمنطقة العربية. وبالتالي أيضا مشهد الشاحنات، إحنا بنتحدث عن تكدس 175 شاحنة كبيرة وعملاقة تمتلئ بكل أنواع المساعدات، تنتظر القرار الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح وعدم استهداف المدنيين، السماح بشكل واضح لدخول المساعدات بشكل كبير، خاصة بعد الواقعة والفاجعة الكبيرة التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد في لحظة واحدة وهي مستشفى الأهلي المعمداني. وبالتالي أرى أن هذه الزيارة ستؤسس إلى وضع خارطة طريق واضحة من قبل الأمم المتحدة تشرف عليها المنظمات الدولية لكيفية إدخال أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة لكي يتم رفع المعاناة ويشعر سكان غزة أنهم ليسوا وحدهم، وهذا الآن هو ما يشعر به جميع السكان في قطاع غزة. نعم. الذين ينظرون إلى الدولة المصرية باعتبار هي الدولة المصرية هي السند والداعم الحقيقي في وقت الأزمات والشدائد. نعم، يعني ليسوا وحدهم. إذا نظرنا إلى الصورة، إلى مسقط رأسي للمشهد عند معبر رفح دكتور فارس، نجد على الجانب المصري الشاحنات مكدسة بكل ما يلزم مواطنون في قطاع غزة، وأيضا خيام المرابطين المتطوعين لدخول هذه، وعلى الجانب الآخر خيام ولكن بلا أي معونات ولا أي مساعدات. الصورة تدعو إلى التعجب كثيرا. يعني في ظني وتقديري أن الصورة أصدق مليون مرة من الكلمة، صورة صادقة ومعبرة وواضحة. يعني أرى في المتطوعين المصريين المرابطين حتى الإغاثة داخل قطاع غزة منهم السيدات والبنات
ودي دلالة واضحة على أن هناك إيمان عميق بالقضية الفلسطينية. نعم. أن حتى المرأة المصرية وفي أحلك الظروف بتكون داعمة للحاضنة العربية للقضية الفلسطينية، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية بامتياز. يعني عندما تذهب السيدات وتجلس لمدة 5 أيام متتالية في هذا الجو القارس والبارد وتقدم كل أوجه الدعم، ما هي إلا دلالة على أن كل مكونات الشعب المصري، شبابه بنسائه بكباره بصغاره بسيداته بكل شيء، يدعم الرؤية المصرية، يدعم الدولة الفلسطينية، ويدعم إقامتها، ويدعم قطاع غزة، ويقول لهم بالحرف الواحد: لستم وحدكم، بل كلنا على قلب رجل واحد لدعم وتقديم كل أوجه الدعم لقطاع غزة وللأشقاء بشكل عام داخل فلسطين. نعم دكتور فارس، يعني كما ذكرتم مرابطون حتى الإغاثة، يعني الواحد منهم بعشرات الآلاف، يمثل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المصريين، الكثير يتمنى أن يكون في هذا المشهد، يفترش الأرض ويسكن الخيام من أجل تقديم لا نقول يد العون، ولكن تقديم الواجب الإنساني على كل مصري تجاه أهلنا في غزة. فكل أخ عربي أخي. شكرا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا هاتفيا.